يعني في الحقيقه خليني اهني النادي الاهلي واهني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود، واهني ايضا شركه فاليو ومجلس ادارتها بالحقيقه بهذه الشراكه الجديده، ودي شراكه نوعيه لاول مره تحدث في السوق المصري ويمكن في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط. هي شراكه ما بين خدمتين مختلفتين. النادي الاهلي عنده احد خدماته الرئيسيه زي ما ذكر كابتن محمود ان هو تقسيط خدمات العضويه، والشركه ايضا هي شركه ماليه بتقدم خدمات التقسيط لهذه العضويه. في الحقيقه احنا كان عندنا رغبة في النادي الأهلي إن احنا نمكن كل المجتمع المصري من مشاركته وتحقيق حلمه في إن هو يبقى أحد أعضاء أسرة الأهلي الكبيرة في الفروع الأربعة بتوع النادي الأهلي، مقر الرئيسي في الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، وإن شاء الله قريبا التجمع الخامس في الحقيقة. وإحنا عارفين إن في عدد كبير كان عنده الطموحات الكبيرة دي إن هو يبقى أسرة جوه الأسرة بتاعت النادي الأهلي، لكن النهاردة نتيجة لأن القيم المالية النهاردة احنا عايزين نبسط الامور اكتر، فكان معانا شريك النهارده، ودي شراكه نوعيه، وده نوع جديد من الشراكه احنا بنقدمه لاول مره، وده دايما عهد النادي الاهلي في الحقيقه من خلال لجنته الموقره لجنه تنميه الموارد في النادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الغزاوي وعضويه كل من الزميل الفاضل محمد الجرحي، الزميل الفاضل محمد ضماطي، وايضا الاستاذه لميا مختار في الحقيقه، وهم كانوا زي ما ذكر كابتن محمود الاستاذ محمد ضماطي كان صاحب الفكرة ثم تبنتها اللجنة وطورتها في الحقيقة لن نصل لمرحلة التعاقد. النهاردة دي حضرتك بتحقق التوجهات الاستراتيجية للنادي الأهلي، يمكن المجلس الموقر الحالي في الدورة دي أثناء الانتخابات زي ما ذكر كابتن محمود إن احنا هيبقى عندنا رؤية جديدة لمهام السيد أمين الصندوق المهندس خالد مرتجي اللي احتضن مع اللجنة الفكرة في الحقيقة والسادة أعضاء المجلس إن هم يبحثوا عن مصادر تمويل جديدة للنادي الأهلي تضمن ريادة النادي الأهلي، تضمن أن النادي الأهلي يكون في المقدمة، يواجه التحديات التمويلية الكبيرة، يواجه الطفرة الإنشائية اللي بتحصل في النادي الأهلي اللي زي ما ذكر كابتن محمود دي كلفت ميزانية النادي خلال الأربع سنين الماضية، وأيضا المشروعات التطويرية اللي جاية في الفترة الحالية أكتر من مليار و600 مليون جنيه، وده أعتقد النهاردة بيخلينا عندنا دوافع جديدة وعندنا أفكار جديدة خارج الإطار التفكير التقليدي، ودايما الأهلي في الريادة بأفكاره ورؤيته وعقوده الجديدة اللي النهاردة مع شريكنا الاستراتيجي شركة فاليو. بداية النجاحات وهي ازاي تقدر تنمي الموارد، ويمكن دي الفكرة دي كان عرضها محمد الضماطي زي ما كابتن خطيب قال، ولقت استحسان جدا مننا، وعملنا يمكن ورشة عمل لمدة شهر قدرنا نوصل ان احنا نقدر نعمل بروتوكول تعاون ما بيننا وبينهم، يبقى شركة فاليو هي الشريك الاستراتيجي. دي بتضرب عصفورين بحجر، نمرة واحد انك انت بتنمي مواردك لانك انت العضويات بتاعتك هتزيد، وفي نفس الوقت بتسهل على سواء اعضاء النادي الاهلي او محبين النادي الاهلي اللي عايزين يرغبوا في الاشتراك ان هم تقدر تسهل لهم التقسيط لغاية 10 سنين، ودي مش موجودة في حتة بالذات كمان في فاليو انك انت تاخد منهم قرض مش محتاج اكتر من 20 دقيقه، انك انت تاخد قرض من بنك بتاخد لك يمكن شهر ولا شهر ونص لغايه اما تقدر يجي لك الموافقه والمخاطر والائتمان، فما فيش شك ان دي هتسرع الاجراءات ان هم ياخدوا قرض، وفي نفس الوقت هتنمي الموارد وتسهل على محبين النادي واعضاء النادي انهم يقدروا يعملوا حاجه بالتقسيط المريح. يمكن من اول الانتخابات وزي ما قال كابتن الخطيب يمكن لجنه تنميه الموارد عندها هدف رئيسي ان انت تنمي الموارد، ويمكن العضويه هي اكبر مصدر لموارد النادي الاهلي، فاحنا اشتغلنا عليها سواء احنا بنفكر في توسعات في الفروع او ان انت تنمي العضويه في الفروع الحاليه، وفي نفس الوقت انت بتفكر في جمهور النادي الاهلي ومحبينه وكل اللي مهتم ان هو يكون جزء من كيان النادي الاهلي. النهارده انت بتدي لهم تسهيلات، بتقول لهم لا ده في 20% مقدم بس، لا ده انت ممكن تقسط من اول 6 شهور لحد 10 سنين زي ما انت ظروفك تسمح، فانت بتقدم تسهيلات لكل الراغبين اللي هو اي حد عايز ابنه يبقى جوه النادي الاهلي، اي حد عايز يبقى بطل من ابطال النادي الاهلي بتقول له تعالى النادي الاهلي فاتح دراعه ليك، وبتسهيلات كبيره مع شركه كبيره زي شركه فاليو، شركه احدى شركات شركه هيرمس وكيان كبير، والنادي الاهلي كيان كبير ما بيشاركش غير كيانات كبيره. احنا اهم حاجه في اي عقود شراكه بنعملها ان احنا بقى واثقين ان العقود اللي هنعملها دي هنعملها مع جهات تمتلك اداره محترفه، والحقيقه احنا يعني مش بس مصر كلها بتتكلم ان النادي الاهلي هو قلعه رياضيه وقلعه اداريه، لكن الحقيقه التجربه اثبتت بالدليل القاطع ان النادي الاهلي هو فعلا قلعه من قلاع الاداره في مصر، طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ولكن كمان الشباب اللي اشتغلنا معاهم
سواء كانوا من اعضاء مجلس اداره الشباب او من اللجان العضويه، الحقيقه كانوا مبهرين في طرق التنفيذ، سرعه اتخاذ القرار، الكلام ده. فاحنا شايفين ان اهم حاجه في هذه العلاقه ان احنا شايفين ان احنا نقدر نعمل علاقه مستمره لمده طويله طالما ان الاهداف متلاقيه بالشكل الموجود حاليا. انا استوقفني الحقيقه حاجه كتير قوي في كلمه الكابتن محمود الخطيب، وهو رمز من رموز مصر الرياضيه والاداريه الحقيقه. واهمهم الجمله دي، يعني ان انا ده مش برنامج انتخابي، ده حاجه لصالح النادي الاهلي، فسواء كان موجود او اخرين موجودين او كان على اتم الاستعداد ان هو يسلمه للاداره اللي هتلحق بعد كده، وده نفس اللي احنا متعودين عليه في مجموعه ملاهي هرمس. يعني انا لو النهارده انا مش موجود، انا واثق ان التيم اللي موجود هيقدر يكمل ويفضل على هذا الكلام، ما حدش عندنا بينسف ما حصل اللي حصل قبليه عشان ينسب الفضل لنفسه. فزي ما حضرتك شفت، يعني هو نسب الفضل للاداره التنفيذيه ومجلس الاداره، وانا زي ما حضرتك شفت برضو بقول فعليا ان انا علاقتي بالموضوع كانت اجتماعين، ولكن التيم بتاعنا هو اللي قدر ان هو ياخد الموضوع من الالف الى الياء ويقدر يقفله. عشان كده احنا الشراكات مهمه قوي بالنسبه لنا، واحنا مش اول مره نعمل رعايه رياضيه او نعمل مش رعايه شراكه رياضيه. احنا زي ما قلت برضو احنا عملنا مشاركه كبيره جدا مع هنا جوده، كنا احنا اول حد يساعد هنا ويبقى اول علامه مصريه على التيشيرت بتاعتها.